ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنرحب بيكم المره المليون يا جماعه. تحيتكم دي على دماغنا من فوق. تخيلوا كل ما اعمل حلو يجيني الحلو، يعني ورطه تحسوا هم متفقين مع بعض. شرفتني نورتني النهارده بقى دكتورتنا الجميله السيمبل قوي القريبه الى قلبي الصديق ده. انا منوره يا دكتور. عامله ايه يا رجل؟ وحشاني قوي والله. انا قعدت لو قعدت اول مقدمه للصبح مش هخلص يعني. حياتي والله. تستاهلي كل خير والله. ربنا يخليك يا رب. عامله لك النهارده حلاوه المول. اما انت بتجيبيني في الحلقات اللي فيها الكارثه. شايفاكي يعني اي وشك قد اللقمه ووسطك قد عارفه نفسنا. انا اللي هدخلك خلاص. انا هنقلب من نفسنا نبقى بنلبس بلوزه واحده. انا موافقه. ماشي انا موافقه بس احنا نعملها بس. طيب حلاوه المولد والكارثه بتاعتها اللي احنا عملناها الجميله المقرمشه الحلوه دي عايزين ناكل عشان خاطر ادينا فري. حاضر. يعني عايزين في مولد النبي ناكل حلويات وننسى السعرات. حلوه الكلمه عجبتني بسرعه. عجبتني والله. انا ما عنديش مشكله في حلاوه المولد ولا الحلويات كلها. انا عندي مشكله في الكميه. يعني ما ينفعش اكل كل ده. ممكن ادوق. طبعا. طب كويس. ما انا كان انا كمان هدوق بجد. انت بتقولي ايه؟ انت لا تعليق. ايوه كلنا هندوق حلاوه ما شاء الله. يعني انا ممكن ادوق حلاوه المولد يعني اخد قطعه. بالظبط. تمام. انما انا جايه معاكي النهارده عشان اتكلم عن الناس اللي عندها شره للسكريات، اللي هي ممكن تصحى بالليل تفتح الثلاجه او تفتح علبه حلاوه المولد او تاخد الطبق الجميل ده وتبدا تاكله كله كده بالليل. هو المولد بيجي لنا كم مره في السنه؟ هي مره. خلاص ناخد فري. ما هي حلاوه المولد بتقعد عندنا كام اسبوع؟ يعني اطلع زي ده 5 6 كيلو؟ ما دي مصيبه. معقول؟ يعني الحلويات ممكن تزودني الوزن ده؟ طبعا. ده طبعا. يعني مش كيلو كيلو الا ربع؟ لا 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 هنزود ليه؟ لان احنا بناكلها كل يوم وبناكل كميات بقى. احنا مش بناكل حاجه واحده ولا اتنين ولا يعني قطعه واحده من انت مقطعاها دي، لا احنا بناكل كميه. ما هو انا مجرد ما بدوق كلت عروق خلاص. يعني انت عارفه المثل اللي دقته كلت عروقه. خلاص هخلصه. بسحب بقى. يعني الطبق فدي انا كده المهمه بتاعتي خلصت خلاص. طب بس انا سامعه كده بتقولي في كنترول. انا ممكن اكل قطعه. أيوة. واستوب. أيوة. وريقي ما يجريش وابقى مؤدبه. اعمل ايه يا دكتور؟ ايوه ما هو انا جايه بقى عشان كنت شايفه الارقام القمر اللي معانا على الشاشه. اهم حاجه عشان انا عيني على الحلاوه. عشان ناكل حلاوه المولد نتصل بينا نتواصل معانا على الارقام دي في فريق متخصص طبي هيقول لنا ناكل حلاوه المولد ازاي. حد يتصل لي بيهم يا جماعه لو سمحت. انا منهم اهو. انا موجوده وعايزه ايه اكتر من كده؟ معاكي الراس الكبيره. ايه ده في ايه؟ فانا جايه النهارده بالاعشاب بتاعتي اللي هي اعشاب الكورس بتاعي اللي هو كورس الانستيليوم. هو مكون من اعشاب والياف طبيعيه كلها طبيعيه 100% ودي اللي انا باكد عليها مع الشيف حوريه. الاعشاب بتاعتي طبيعيه ما فيهاش اي مشكله مصرحه من وزاره الصحه ودي اللي احنا بنعيد ونزيد فيها ان احنا ما ينفعش ندخل جسمنا حاجه مجهوله المصدر. لازم تبقى مصرحه من وزاره الصحه ولازم نتاكد انها تمام وما فيهاش اي كيماويات او اي حاجه تضر. ما ينفعش اذيه بحاجه ثانيه وانا فاهمه ان انا بعالجه. يعني بحل مشكله هرمونات ولا لخبط معدل حرق ولا لخبط كل الحاجات دي. المود نفسه يعني انا في ادويه انا خدتها من فترات بعيده كانت بتخليني مكتئبه. مكتئبه يعني فاهمه. المود كدا. نفسه بيتغير. ما هي الادويه اللي بتعمل الاكتئاب وهي اللي بتعمل هالات السوداء هي اللي بتشتغل على مراكز الاشباع في المخ. في المخ. انما الاعشاب اللي معايا النهارده اللي هي قشور السليم دي بتشتغل على المعده. بتنزل تملى المعده وتنفش في المعده. ملهاش دعوه باعصابي ولا حالتي النفسيه خالص. فهي بتخلي المعده تدي اشارات للمخ انا شبعانه. مش العكس. فهمتي؟ ده الفرق ما بيني وما بين اي كورس مجهول المصدر. طب بص يا دكتور بيني وبينك كده قول. عشان الناس ما تسمعنيش. ايوه. اللي بياكل المعده ولا النفس؟ الاثنين. يعني انا دلوقتي مثلا نفسي في البيت عادي كليها. لا يا دكتور لا انا الدكتور اهو بقول لك كليها ما تخليش نفسك في اي حاجه. وتوقفيني على الميزان صح؟ بالظبط. ساعه الميزان بقى ساعتها نتكلم. ساعتها الضمير يشتغل. دلوقتي انا من وجهه نظري كحوريه اللي بياكل النفس مش المعده. يعني انا لو نفسي جايه على الاكل فباكل منه كميات كبيره. حلو. لو انا مثلا باخد قشور الانسيليوم او الحبايه دي فبتملى لي جزء كبير من المعده وبتصد نفسي. أيوة. فانا لما اكل حته بحس بالرضا. ايوه انا هاكل حته وخلاص انا شبعت اصلا. صح. انا مش قادره اكل تاني. يبقى انا كده شبعت وراضيه عن نفسي وكلت حته صغيره وفي نفس الوقت ما حرمتش نفسي وسبت لاولادي. بعيدا عن سيبنا احنا هنعمل كميات يعني ما احنا عاملينها في البيت. لا مش هنعمل ربع كيلو بس. بس فهي دي الفكره ان انا هاخد الكبسوله بتاعه الانستيليوم اللي هي اول كبسوله معايا وهشرب معاها كوبايتين ميه. ساعتها هتبقى من يعني انا باخدها قبل الفطار بربع ساعه. هي بتفضل بقى مدياني احساس بالشبع لمده 7 ساعات واوقات كمان كوبايتين ميه وراها عشان اديها مساحه تنفش. برافو عليكي. بس ما انا منفوشه بخليها تنفش في المعده. بالظبط كده. نفس فكره تكميم المعده نفس فكره بالون المعده نفس من غير جراحات. من لان في ناس متخوفه من الحاجات دي وصحتها كتير ومن غير ما انا عايزه اقول لك ان اللي بيعمل تكميم معده بعد ما بيخلص بيجي يعمل دايت.
وكلامك الجميل طبعا مصرح من وزاره الصحه يا جماعه، يعني لا تحت الزلم ولا احنا عارفين ولا مجهوله المصدر ولا هتشتغل على حاجه تاذي جسمك ولا رحت جبت من حد بتاع اعشاب اداني كميه قد كده وكلها اتربه هي وكلها هي والله العظيم. يعني هي الاعشاب اللي انا بجيبها، في ناس كتير بتسالني السؤال ده يعني مضغوطه ليه بقى؟ لان الاعشاب طعمها مش احسن حاجه في الدنيا، واحنا تصريح يا جماعه نزل عشان يبقى في مصداقيه عشان الناس تتاكد يعني اكني جبت حاجه قد كده بس هم اخذوها ضغطوها. وكمان مشكله قشور ستيليوم ايه؟ ان انا اول ما احطها في الميه 10 ثواني لو ما لحقتش اشربها هي بتعمل الطبقه الجيلاتينيه اللي المفروض الطبقه دي تعملها جوه. ايوه المفروض تعملها جوه مش بره، وعشان اشربها بحس بطعم يضايقني وحش والريحه وحشه، فانا اختصرت ده كله في كبسوله. النقطة الثانية مده الصلاحيه بتاعتها ممكن تبقى راكنه عند الراجل العطار مركونه فعلا بقى لها كتير ومليانه تراب زي ما انت قلتي، الاعشاب بتبقى مختلطه ببعض. بس فدي اول كبسولات معايا النهارده. تاني كبسوله معانا النهارده ودي اللي انا بعشقها وكل الستات المصريين والبنات بيعشقوها، الماجيك بوكس. ليه بقى؟ لانها بتدخل تتارجت الدهون اللي موجوده في البطن، في الارداف، في الجناب، في الظهر، في اللازاليز، ايوه في الحاجات دي كلها. عارفه هي راحه فين بالظبط؟ هي متسلطه على الدهون العنيده. أيوة. وانا هكسرك انا هكسرها فبالتالي احنا هنخس وهنسد نفسنا وهننحت شكل الجسم وهنبقى راضيين عن نفسنا ان بناكل الكميه اللي احنا محتاجينها. أيوة. مش نبقى نفسنا في الاكل ونقوم بالظبط كده. وفي نفس الوقت هي بتزود معدل حرق الجسم جدا كمان للناس اللي عندها بقى امراض زي الغده الدرقيه او حاجه زي كده. طبعا معدل حرق الجسم بتاعها بيبقى تحت جدا، والسن كل ما بيكبر الحرق بيقل والحركه كل ما بتقل وشرب الميه كل ما بيقل، كل دي حاجات بتقلل معدل الحرق. فانا بالتالي بزود معدل الحرق بال الاعشاب اللي هي بتاعه الماجيك بوكس، لانها بقى مكونه من ايه؟ جراسينيا والياف مانجا افريقي وتفاح اخضر وقهوه خضراء. طب واحده واحده معلش قولي لي المكونات عشان انا بستريح نفسيا لما الناس تعرف مكون. عارفه في مشكله يا جماعه والله معلش انا بستنى دكتوره هبه عشان اطلعها اللي في قلبي. طلعي كل اللي في قلبي كله افراري كلها. طيب خدي اول سر ماشي. لما كنا بنروح للعطار عمو العطار كل الاحترام والتقدير ليه، كان بيدينا كميه اعشاب طعمها مر لونها مش حلو ريحتها مش حلو ونضطر ان احنا نقعد نشرب فتره فيها. اما انتوا ضاغطين الاعشاب الصحيه دي وحاطينها بنسب. اي بالظبط نبقى شاطره والله العظيم اشطر شيف في الدنيا. الله انا شاطره انا الكبسوله انا هاخد. ودايما بقول للناس ايه بقى ومن خلالك اهو، اقروا عن كل حاجه انا قلتها دلوقتي. عندنا قشور ستيليوم، عندنا جراسينيا، عندنا التفاح الاخضر، عندنا القهوه الخضراء، عندنا الياف المانجو الافريقي. اقروا عن كل حاجه كل اللي انا قلتها هتعرفوا ان اللي انا بقوله ده مش حاجه خالص جنب فوائد الحاجات دي كلها اللي هي بتعملها. نوصل للقمر ازاي يا قمر؟ عن طريق الارقام بتاعتنا اللي موجوده على الشاشه وعن طريق الصفحات بتاعتنا على فيسبوك وان دايت ودايت لايف. يكلمونا، يتصلوا بينا، يبعتوا لنا مسج في اي حته احنا هنرد عليهم، هنطلع لهم في كل حته. الصفحه نازله والجمهور بيسالني هي دكتوره هبه بترشيكي ب 100 ولا 50 عشان تكلمي الكلام الحلو. والله بحبها بترشي بكتير قوي والله العظيم يا جماعه. والله ولا جنيه، والله ما اديتلي حاجه خالص. ايوه انا لسه ما اديتكيش بصراحه بس انا بحبك. هتاكل الحلاوه وتمشي على طول. دي انا هاخد ده كله اقعد بقى انا مسمس فيه كل يوم واحده كده مع نفسي. بالف هنا وشفا يا دكتور. طيب عايزين نقول للناس اللي عندها ضغط وسكر تتصل بينا ولا ما تعبرناش؟ تتصل بينا. ضغط بقى عدي بقى معايا، ضغط، سكر، خشونه في المفاصل، امراض قلب، امراض ايه تاني، امراض غده، معدل الحرق قليل، جوزها مضايقها، انيميا، جوزها مضايقها، مكتئبه، عندها تساقط شعر، عندها ده كله، تتصل بينا وملهاش دعوه. عايزه تحلوي، عايزه تبقي كده حد لافت الانظار في الاسره كلها، اضغي عن اي كلام يتقلك، ما تسمعيش لحد خالص، خليكي مصممه على نفسك وخسي بالطريقه اللي الدكتور بتقولك عليها، بعد كده كله هيسقف لك ويقول لك برافو، حد قال لك كنت الاول احسن قولوا متشكرين وركيني على جنب. صح كده؟ انا بصي انا كنت منهم. فانا نفسي اروح كلهم اخدهم بالحضن واقول لهم لو سمحتوا خسوا، هتلاقوا نفسكم بالخساسين. والموضوع مش صعب. يعني موضوع لا. دلوقتي ان انت تخسي ده مش صعب. مش صعب لان القمر جاي لي بعروض يقولها لي بسرعه. اول عرض بقى يا شيف حريه، اول عرض معانا النهارده ده خصم عليه، ده عرض الشهر عليه خصم 40% ومعاه كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، دي كبسولات الاناسيليوم. خلصنا اول عرض. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين عليه خصم 50% ده كبسولات الاناسيليوم والماجيك بوكس ومعاهم كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه. حلو، يعني العرض الاولاني عليه هديه والتاني عليه هديه، وهشرح لك اصلا ليه انا اخترت تحديدا الهدايا دي. تمام. تالت عرض معانا ده عليه خصم 70% ومعاهم كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه، ده مكون من الاناستاليوم والماجيك بوكس والفينيل، وطبعا التوصيل مجاني لكل المحافظات والمتابعه من فريق طبي متخصص طبعا مجانيه. تمام. وكل المكونات اللي موجوده عندنا اعشاب طبيعيه
ومن الارض الى الارض، يعني مفيش كيميكالز في الموضوع او كيميائي كيمياء في الموضوع تقلقك او تجيب لك امراض ثانيه. بالظبط، او تعطل حاجه في جسمي او تقلل معدل حرق او حاجه زي كده. تمام، تعالي بقى اساليني وليه يا دكتوره هبه انت اخترتي ليه؟ طب ليه يا دكتوره هبه اخترتي ليه؟ ماشي اخترتي ليه؟ احلى حد بيغشش يا جماعه. ليه كريم شد الترهلات وليه فيتامين دي؟ احنا دايما لما فيتامين دي بيقل في جسمنا بيحصل تساقط شعر، بيحصل اكتئاب، معدل حرق الجسم بيقل، ظهرنا بيوجعنا. ده من الدايت. ده لا، ده فيتامين دي لما يقل في جسمنا. ما احنا كل الشعب المصري ما عندوش دي. بالظبط كده، ولا سي والله. فانا اخترت ولا سي. طب تمام، شوف حريه بتقلش عليا بس تمام. اخترت فيتامين دي لان احنا كلنا عندنا نقص في فيتامين دي، صح؟ فلازم ناخد جرعه وقائيه منه وبعد كده نروح نحلل وبعد كده نرجع تاني لينا نشوف ظبطناه ولا لا، ولا محتاجين ناخد كمان جرعه. ده انا عرفت كمان ان لو الفيتامينات مش متظبطه في الجسم ممكن ما تخسيش. طبعا، ما هو ده اول فيتامين، هو اهم فيتامين. لو ناقص في جسمنا معدل الحرق بيقل، تساقط شعر، اكتئاب، هالات سوداء، وجع في القطنيه بتاعه الظهر. حلو، فانا بديك الكورس وبقاوم من هنا وبقاوم هنا بحيث ان انا اعمل لك كردون كده، دايره مغلقه كده، انت مش هتقدر. انا قافله من اللي انت خاسس. هتخس يعني. بالظبط، هتخس يعني هتخس. هتخس يعني هتدفعي فلوس الكورس، بس في الاخر هتستفادي 100%. الفريق الطبي بقى ارقامه، معلش بسرعه، ارقامه اهي الارقام اللي ظاهره معانا على الشاشه او على البيدجات بتاعتنا على فيسبوك وان دايت ودايت لايف، يقدروا يكلمونا في اي وقت. طب لو حد طلب الكورس والكورس جاله لغايه البيت ومش فاهم فيه حاجه يتصل برضو بالفريق؟ احنا بنتصل. ده بجد؟ هو احنا هنسيبهم؟ ما شاء الله. احنا هنسيبهم يا شيخ حريه؟ احنا بنتصل نعرف وزنه وطول، طبيعه شغل، عملنا دايت قبل كده ولا لا، خدنا ادويه دايت قبل كده ولا لا، ايه العادات الغلط اللي احنا بنعملها طول اليوم، وبنبدا نصححها ونقول الكورس بيتاخد ازاي، ونبدا نتابع اسبوعيا احنا وزننا عامل ازاي. معانا نهال، عايزه الدكتور. اتفضلي يا استاذه نهال. الو، الو، وينك يا نهال؟ الو الو، ايوه، ازاي حضرتك يا شيف حرية؟ الحمد لله، منوره الاستوديو كله يا قمر حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه، وبجد تسلم ايدك على حلاوه النودلز دي. ربنا يخليكي، ما نحرمش منك ابدا. اتفضلي حبيبه قلبي، ممكن اكلم الدكتور؟ منوره اهي، اتفضلي. طبعا، اتفضلي. ازاي حضرتك يا دكتور؟ تمام الحمد لله. تمام يا حبيبتي، انا عندي استفسار صغير بس. اتفضلي. طبعا. تمام، بصي انا عندي 25 سنه. اوكي تمام. يعني انا 25 سنه ووزني 160 لا سوري، طولي 160. تمام تمام، وزني 95 كيلو. خمسه وكام؟ 95. تمام تمام. طبعا جسمي يعني هو مش متناسق، يعني هو الدهون مش في جسمي كله عموما، هي مركزه مناطق معينه ولا السمنه موجوده في الجسم كله؟ هي في الجسم كله بس عندها مناطق معينه، صح كده؟ بالظبط بالظبط كده. طيب تمام، احنا عملنا اي دايت قبل كده يا نهال؟ والله هو بجد ما بقدرش امسك نفسي قدام الحلويات، ففكره الدايت دي معايا صعبه. انت اتصلتي بينا في الوقت الصح والحلقه الصح يا نهال. ايوه. تمام، اسمعيني يا قمر. ايه يا حبيبي، نورتينا يا ست الكل. مشكله نهال مشكله البنات كلها، بس مشكلتنا مشكله المشاكل، مشكله الستات والبنات، وخصوصا بقى في حاجه مهمه قوي هقولها بمناسبه سؤال نهال، ان في فتره في الشهر البنات كلها بيجي لها شره سكريات، فبنقوم احنا ناكل اي سكريات قدامنا. مش بس بقى طول الشهر، لا، الفتره دي احنا بناكل كميه كبيره قوي لان الهرمونات كلها بتتلخبط. بالظبط، الهرمونات كلها بتبقى متلخبطه في الفتره دي، فبالتالي انا محتاجه سكريات عشان احس ان مودي كويس. فنهال بقى تعمل ايه؟ نهال اول حاجه تعمليها دلوقتي تتصل على الرقم اللي موجوده على الشاشه وتلحق تستفيد بالعرض بتاعنا، وتاخد الكورس العرض الاخير اللي هو. ايوه. طيب هي اكيد نهال متابعانا من اول حلقه وعرفت المكونات ايه او الكورس هيعمل ايه، ما عدا حاجه واحده انا لسه ما اتكلمتهاش وهقول لنهال هتعمل بيها ايه. كريم شد الترهلات اللي انا اصلا هديه مع الكورس. كريم شد الترهلات انا بدهنه بدايه من وانا باخد الكورس، يعني اول من بدايه الكورس ما بتدي، يعني ما يحصلش ترهلات، ابتدي اعالج. اعالج؟ طب ما ده حلو. اولا لو عندي سمنه موضعيه انا بدهنها في المكان اللي فيه سمنه موضعيه، بتمنع الترهلات، بتمنع السلوليت، بتزود الحرق بتاع المكان. بتزود. برافو، والله العظيم انا مش هتكلم بعد كلام الشيف. تيجي تقف واقعد. يلا بينا، يلا نبدل، نعكس الادوار يا جماعه. والله بس فنهال تلحق تعمل ده لان وزنها في زياده. انا لازم اخلي بالي من صغير والسن صغير، في نفس الوقت انا مش هقدر اقول لنهال انزلي اعملي رياضه دلوقتي. هاذي مفاصلها، هاذي ظهرها، هاذي الركب، هاذي ده كله. فنهال تتصل تاخد الكورس، تسد الشهيه، تعمل كنترول على شراهه السكريات. كمان الكورس اللي معايا او الاناستيليوم هي بتظبط معدلات السكر في الدم، فهتخليني اصلا انا عندي اللي هو زي مفيش ميول للسكريات قوي،
يعني اللي بيمشي مش عطشانه حاجه بس عارفه ساعات لما بحس بعطش سكر هي شره سكر شره ولا عطش شره عطش دي حاجه ثانيه خالص ما نرضع بيها دلوقتي شره سكر نهم سكر انا عايزه اكل سكريات انا حاسه ان انا هبطانه عطش سكر يا جماعه عشان خاطر الشيف حوريه عطش سكر تمام فتعالي بقى خدي الكورس هينزل يملى معدتك هيخليكي مش هتاكلي كتير هيخليكي تاكلي من السكريات كميه صغيره لان هو هيظبط هرمونات السكر في جسمك او انزيم السكر في جسمك فهيهدي الدنيا الرضا هيخليني راضية والله العظيم بتقولي كلام زي بس والله العظيم يعني يا جماعة والله بصوا هو أنا ليه بهجم على الأكل إني جعانة عندي شره أو نهم عشان أو عطش تمام عشان الدكتور لما تبقى مستريحة معانا في الحلقة وتجي لنا تاني زي ممكن تغدر بينا وتمشي لا خالص تمام الله يخليكي فأنا برضي نفسي الأول فباكل حتيتة وأقوم ليه لأن واخدة البرشامة مالية جزء كبير من بطني فاديتني إحساس بالشبع النفسي قبل الشبع البطني بالظبط كده ماشي ناخد الحالات يا بيضة يلا بينا معانا حالات لأحلى بنات بس نبدأ بقى هي القافية عندي تعبانة شوية لا ما طلعتش بنات بس ما فيش مشكلة مش مهم بنات ورجالة مش مهم أكيد عنده بنات ده ما شاء الله 81 كيلو وصل ل 70 كيلو نقول له برافو عليك اه طبعا بصي ما شاء الله طريقه اللبس حتى اختلفت والشكل الشكل والصحه بقى طبعاً يعني السمنه بتبقى مرض والله والصحه الصحه حلوه قوي من 86 ما شاء الله ل 70 كيلو يعني 16 كيلو في كام في شهر ونص شهر ونص حلو برافو عليك ونمسك الخشب زي ما بيقولوا يعني الله هي بنوته قمر اهي لا وبصي بنفس الطقم بتغزني ايوه عشان توريكي فرق الحجم من هنا لهنا فاهمه نفس الطقم بس مش لابسه نفس السلسله بصي 86 ل 70 برافو عليها 16 كيلو في شهرين حلو قوي قوي شايفه الارقام دي بالنسبه لناس كتير مستحيله بس هي بالنسبه لنا احنا عملناها بصي تحسي ان هي كانت حاجه 85 وصلت 70 بصي حتى فرده الدراع فيها ايوه اريحيه كده يا جماعه والله تقول انا هنا انا موجوده ما هي دي بقى السمنة الموضعية اللي احنا بنتكلم عنها يا شيخ حورية وال 15 كيلو في شهر ونص يعني معدل ممتاز حلو ممتاز جدا ممتاز طبعا ما تقدريش توصلي بيه النقطة التانية ان انتوا عاملين يعني ايه زي ما يكون كيرف كده انت هتتعالجي بس هتبقى صحتك حلوة فيتامين د عندك تمام بالزبط. انا هديكي عشان ما يحصلش اي ترهلات تخرجي من الدايت بتاعنا او تخرجي من الكورس بتاعنا سيادتك تعبانة مريضة عايزة تروحي تعملي تمارين تاني عشان ترجعي البشرة عليكي وغير كده كمان بالزبط. بنشرب كمية مية كمان ملحوظة تحافظ على بشرتي تحافظ على شعر تحافظ على الحاجات دي بالزبط كلها بالظبط كده ده غير بقى مضادات الاكسدة اصلا اللي موجودة في الكورس اللي معايا مليان مضادات اكسدة فبيمنع الهالات السوداء بيمنع شحوب البشرة بيمنع تساقط الشعر بيمنع الامراض اللي دايما بتحصل اللي البنات بتبقى جايالي خايفة منها انا عملت دايت قبل كده بس انا شعري وقع وزعلت جدا فرجعت اكل تاني طب ما هو شعرك وقع ليه ما هو انت اكيد في حاجة غلط في حلقة مفقودة انت بتعمليها احنا محتاجين نعرفها عشان نتجنبها الحلقة المفقودة اللي هو الدايت الغلط الأدوية اللي ما نعرفش هويتها ايه ايوه والدايت اللي على السوشيال ميديا اللي انا جربت الدايت ده فانا كمان هجربه لا تماما لا في أدوية بتسد النفس على فكره ممكن تديك 24 ساعه انت مش عايز تاكلي بس في الوقت ده تفقدي ايه ما هي دي بقى الادويه مجهوله المصدر اللي بتشتغل على مراكز الاشباع في المخ دي بقى اللي بتعملي البلاوي كلها واطلع بعد كده بقى عند تساقط في الشعر عند تساقط في الضوافر عند عناية سايباني وماشيه قصص مشكله اكبر بقى اول ما ببطلها انا برجع اتخن تاني قوي بقى وفعلا لا فعلا هي دي المشكله مجرد ما بنسيب النظام اللي احنا ماشيين عليه بيحصل نهم انتوا بقى بتثبتوا عايز اعرف ازاي نثبت حلو شايفه بقى العرض بتاع الثلاث شهور ده انا قلت فيه كبسولات الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل الفينيل ده بقى هو اللي مسؤول عن تثبيت الوزن انا خسيت ونحت جسمي وصغرت معدتي ووصلت للوزن المثالي اللي انا بحلم بيه معلش قولي الجملتين دول تاني عشان يعني انا خسيت ونحت جسمي ايه ده كله ووصلت للوزن المثالي اللي انا بحلم بيه مش ده علي بابا شفتي انا هو علي بابا يعني احط فانوس او انا هطلع لك بس خلاص فعملت ده كله فازاي احافظ او اعدي المواسم بتاعه السنه كلها زي مولد النبي كده واكل الحلاوه احنا كلنا مواسم على فكره ده كلنا كلنا مواسم وما تخنش بقى فدي وظيفه الفينيل بيحافظ لي على شكل الجسم بيحافظ على معدل الحرق بيحافظ على حجم المعده الصغير اللي انا وصلت له فبيثبت لي وزني ما شاء الله بس كده حلو قوي طيب دلوقتي لو انا عايزه ازود الحرق وانا قاعده في البيت هل ممكن طبعا منزلش. ده انا هزود لك الحرق وانت قاعده على الكنبه
ده بالكرسي مش ممكن؟ لا الكرسي كمان ايه ده في مالك يا شيخ حريم؟ جميل والله. طب بصي اصل انا النهارده واكله حته حلاوه موت فعامله عندي باور مدياكي مش مهم عادي انا بحب بس خلاص هي الحته دي وخلاص. ما انا عايزه اكلها عشان تطلع لي نفس الباور والله. عايزين الريفيوهات بقى يا ست البنات. يلا بينا عشان نقول بسم الله. دي بقى وظيفه المتابعه المجانيه ودي احلى حاجه في الموضوع. ايوه في مصداقيه. احنا بنبقى مع الناس وهم قاعدين على الكنبه في البيت. طيب قبل ما تقولي بقى ريفيوهات عايزه اقول لك على موضوع بيني وبينك من الناس ما تعرفش حاجه عنه. قولي قبل ما يسمع. انا النهارده خبطت على الباب كده أيوة. وديتك منتج وهربت مش فارق معايا بقى المنتج وحش ما وحشي مش فارق، لكن انا عشان اقول لك ده انا جاي لك بكره جاي لك بعده اشوف النتيجه أنا ايه انا اللي بتابع منتج يبقى انا عيني قد كده يبقى انا قويه يبقى انا صح. برافو عليكي والله الوكيل اني قولي يا بنتي. خسيت برده 5 كيلو في الاسبوع الحمد لله كده 10 كيلو في اسبوعين الحمد لله بجد والله شكرا. قلت لها طيب الحمد لله والله العظيم انا باكل كل حاجه بس مش بقدر اكل بكميه كبيره زي الاول. برافو عليكي وده اللي احنا عايزين نوصل له بالظبط. تاني حاجة معانا لو سمحت انا كملت الاسبوع امبارح المفروض اغير حاجة في الجرعة او افضل ماشي عليها يوميا. سألناها وزنتي قالت اه من 3 ايام كنت نازلة 4 كيلو اوزن تاني النهاردة يعني ما كملتش اسبوع ونزلت 4 كيلو. حلو جدا برافو عليها. في سؤال طرح دلوقتي بس لما حضرتك تخلصي. ماشي دكتور انا عاوزه اقول لحضرتك لحضرتك انا بعد 21 يوم خسيت 9 كيلو انا مش مصدقه نفسي ولا انا كنت 115 دلوقتي انا 106 بجد شكرا وقلت لاختي كمان لازم تطلب الكورس وبسرعه بقى نكسر ال100 وننزل تحت نوصل لل70 هيبقى حاجه فل هنحصل. طيب أكيد. في حاجه تانية ولا اقول طبعا فويس ريكورد بعد كده حبيبتي يا دكتور ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا انا كنت 89 بقيت 79 ومبسوطه جدا الله أكبر. حبيبتي ان شاء الله نكمل ونثبت ان شاء الله هبعت لك نظام كويس. حلو قوي قوي وكمان بتبعته انظمه طبعا يعني مش الدواء بتاخديه امتى وكده خالص. بصي الناس عندي اللي بتتصل بيا نوعين نوع بيبقى عاوز دايت وعاوز ينجز بسرعه ونوع تاني انا ما بعرفش امشي على دايت ولو مشيت على دايت انا هعك وهاكل ازيد. فده نافع الكورس نافع لده ده نافع لده ونافع لده نافع لده. انا هدي دايت تمام انت هتنزل معايا اسرع وهنجيب النتيجه بدل ما هيبقى في شهر هيبقى في اسبوعين. اللي ما بيحبش دايت لان انا اصلا ضد كلمه دايت وانا ضد ان الدايت يبقى حرمان فانا برضو هنزلك الكورس بقى هو اللي هيصغر معدتك فانت هتاكل كل اللي انت عاوزه حتى لو جانك فود بس هتاكل كميه صغيره فبالتالي مش هتتعب وهتخس برضو في الشهر نفس بالظبط كده. كان في سؤال بقى وانا بقرا يلا قول قول يا بيدو. بصي انا رحت دلوقتي اتصلت بيكوا اخدت الكورس الثالث العرض الثالث تمام. طيب بالراحه كده بتفصيص كده عشان نطلع للناس بحاجه مفيده. حلو فصصي لي العرض الثالث علبه علبه ده يتاخد امتى وده يتاخد امتى كده. حلو قوي. طب ما نقول العروض ونيجي للعرض الثالث ونفصص. نقول العروض. اول عرض معانا ده عرض الشهر ده عباره عن كبسولات الانسيليوم لوحدها ده عليه خصم 40% ومعاه فيتامين دي هديه وكريم شد الترهلات هديه. ثاني عرض عليه خصم 50% ده الانسيليوم والماجيك بوكس ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. ثالث عرض بقى ده الانسيليوم والماجيك بوكس والفينيل عليهم خصم 70% ومعاهم كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي 70% حلو قوي. نمسك بقى كورس او نمسك ايه خلينا في الثالث عشان الناس أيوة. تفهم معانا مكوناته بالظبط واحد واحد. الانسيليوم ده مكون من قشور السيليوم اللي بمعنى اصح بتنزل تنفش في المعده وتاخد الحيز الكبير في المعده فتديني احساس بالشبع وتعمل كنترول على شهيتي. اخده ازاي؟ قبل الاكل قبل الفطار بربع ساعه اول ما بصحى من النوم ده الانسيليوم ومعاهم كوبايتين ميه. حلو ده الانسيليوم ده انا هاخده اول يوم. تاني يوم هاخد الماجيك بوكس برضو قبل الفطار يعني ساعة. يوم ويوم بالظبط كده ما اخدش الانسيليوم كل يوم لا يوم الانسيليوم ويوم الماجيك بوكس. برافو عليك. تمام برضو نفس الحكايه برشامه وميه هي نفس التابلت ومعاهم كوبايتين ميه. تمام ده اول شهرين همشي يوم انسيليوم ويوم ماجيك بوكس هخلصهم هيجي مرحله الفينيل اللي هو بتاع التثبيت اللي هو الشهر الثالث بالظبط كده شابويا حرحر حلو كده حلو يا حرحر بس خلاص هنخلص الثلاثه دول احنا واحنا معاهم بناخد كريم شد الترهلات نحطه على المنطقه اللي فيها سمنه موضعيه وفي نفس الوقت بناخد فيتامين دي. وناس كتير قوي قبل ما بتجيلي او اول ما بتكلمنا على الواتساب او على الارقام بتاعتنا او على صفحاتنا على فيسبوك اللي هي وان دايت ودايت لايف ببدا اقول لهم احنا زدنا ازاي زدنا مره واحده يعني هم يتصلوا بيكوا على الارقام اللي بتنزل او يتابعوكوا عبر او مسجات على فيسبوك على صفحاتنا وان دايت يقولوا اللي هم عايزين يقولوا اللي هم عايزين يطلبوا ويقولوا اللي هم عايزين. ايوه ببدا اسالهم بقى سؤال مهم قوي انت زدتي ازاي يعني زدتي فجاه كنت ماشيه على نظام حياتك هو وزدنا فجاه
ولا احنا كلنا زياده او مثلا زدنا الوزن ده في 5-6 سنين. بالظبط. تمام. لان ده بقى وظيفه الدكاتره المتخصصين اللي قاعدين بيردوا على الارقام، هم فاهمين. فهي لو قالت لي انا زدت فجاه، بقول لها روحي اعملي تحليل غده وفيتامين دي. في كده مشكله. في مشكله. يبقى كده في مشكله في جسمك. زدنا عشان انا الفتره الاخيره كنت مكتئبه فكلت كتير، لا يبقى تمام، تعالي نبدا دايت ونشوف مشكله جسمنا ايه. وفكره مكتئبه دي يعني عايزه اقول لك 60%. لا مش قوي كده. انا مكتئبه. اقعدي معايا. ماشي. اي حد مكتئب يقعد معايا. انا اهو 60% مننا نزعل ناكل. نحط همنا ناكل. في الاكل. ازعلي، قصدي ما تزعليش، خدي البرشامه هتظبط مودك، هتديكي احساس بالشبع. برافو عليكي. مش هتاكلي. زعلانه مع حد في الاسره، خدي البرشامه. بصي في كل اوقاتك تاخدي البرشامه. زعلانه من جوزك، خدي البرشامه واديله برشامه. واديله كمان برشامه. والله اديله برشامه. طب هقول لك، هضحكك والله العظيم. جالي حد من فتره قال لي انا متخانق مع مراتي وعيد ميلادها قريب وعاوز ايه اصالحها، فانا قررت انا وهي من بعد الجواز تخن حوالي 15 كيلو، فانا قررت هاخد الكورس وناخد انا وهي، ومنه فاجئها ايه ان انا كمان هاخد معاها الكورس. طب والله برافو عليك. برافو عليك. ده راجل والله كلنا اصيل. بالظبط. ده اتمنى كل الرجاله تتفرج علينا تعمل العمله دي. وخد الكورس وقال لي انا هستاذنكم بس انا هديكي الرقم وانت تبقي تتابعي معاها هي. دي احلى هديه والله العظيم. ظبط مودها. بس انا قلت له حاجه واحده وربنا بقى يسامحني عليها، وانتوا سامحوني او اعتبروا نفسكم مش هتسمعوا لي. وانا قلت له هتلاقي تورتايه صغيره مع الكورس. نروح ناكلها معاها. اساس بصي هي غلط عليها تاكلها لوحدها. انا بقول عليها هي. انا قلت له صغيره ما تلاقيش انا اكدت على الحجم. حتى انت بتقطعي الارزاق ليه يا دكتور؟ بس فدي كانت من الحالات برضو اللي بسطتني ان هو بيفكر. واو واحده مثلا جت قالت لي انا صاحبتي مكتئبه وشله اصحابنا بيتنمروا عليها، فانا طلبت الكورس عشان اخده انا وهي. صح. وعشان اشجعها على الموضوع ده. انا بحب الامثال دي. يعني انا الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي معاكي، انا شجعوا بعض. لو في عيد ميلاد، في مناسبه، في بدل ما اروح اجيب بوكسك شوكولاتات، هاتوا الكورس ده دلوقتي. البوكس تفتحي ادانك تدوري في حاجات بتلمع كده وبتطير وتوسخ الشقه. توسخ الشقه. والله المشكله. وتلاقي شوكولاتات، لا هاتي يلموا من بعض، وهاتي زميلتكم او زميلكم هديه زي دي. بالزبط. ترفعي معنوياته وتعالجي حالاته وتسعدي اوقاته. والله ايه يا بنتي ده؟ ده انا قربت. ايه الجمل دي؟ استاذه نهى منوره الدنيا. الو، اخبارك ايه يا سيدي؟ الحمد لله والله زي الفل. انا بكلمك طبعا ابارك لك على البرنامج الحلو ده، انا متابعاكي بقالي كتير. تسلمي. وكمان عايزه اتواصل مع دكتور هبه اشكرها على الكورس الحلو ده. تنوري الدنيا. والدكتور مع حضرتك، اتفضلي. ما شاء الله. يعني انا كنت 110 كيلو في مفيش اسبوعين ثلاثه بقيت 8 كيلو، فيعني ده بالنسبه لي انجاز. يا حياتي ما شاء الله. ايوه كده الاخبار اللي تفتح النفس دي. كلتي حلاوه المولد؟ كلتي حلاوه المولد؟ لا بقى، لا انا لازم ابين لكم بقى قد ايه الموضوع حلو ولذيذ وصراحه سهل جدا ومش متعب خالص. طب معلش اسمحي لي بقى يا نهى اسالك شويه اسئله كده على الهواء بما ايه عشان نجاوب على اسئله الناس. هل في يوم احنا حرمناكي من اكل معين انت كنت عاوزه تاكليه؟ بصراحه لا، بالعكس انا عمري ما حسيت ان انا عامله دايت او ان انا محرومه من حاجه نفسي اكلها، بل بالعكس كل الاكل اللي انا نفسي فيه باكله بس بكميات ابسط شويه. حلو قوي. طيب في احساس في يوم ان انت مكتئبه او متضايقه او الدواء مسبب لك اي وجع في جسمك؟ لا 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 خالص. انا عايزه اقول لك كمان ان انا دايما من نوعيه الناس اللي انا لما بعمل دايت بتعب، بخس، بكتئب. الخسسان بتاعي بطيء للغايه يعني، وانا بخس بس بطيء قوي. بلس ان انا دايما ببقى عايزه اكل، يعني انا بعمل دايت بس مش فارق معايا، لا انا عايزه اكل تاني واكمل واقوم وقفاه عشان اكمل اكل تاني، فارجع ولا كاني عملت اي حاجه. انما ده لا بصراحه هو بيسد شهيه جامد. الكورس ده خلاني واثقه في نفسي اكتر من الاول. ما شاء الله عليكي والف الف مبروك. وكملي. انا هستناكي. نكمل بقى يا نهى ونبعت بقى صورنا لبعض كده. اكيد. لا انا بتواصل معاك. هو الحلو الناس ازيد وزن، ان الفريق الطبي بصراحه مش مديني فرصه ان انا اكسل او انسى، دايما بيتابعوني بالتليفون، دايما بيبعتوا لي واتساب داينا كام النهارده، اكلنا ايه النهارده. وهنوصل معاكي للتثبيت يا نهى ان شاء الله، هنثبتك رغم انفك. ميرسي جدا. شكرا. شكرا يا سيدي، نورتينا ونورت الدنيا يا ست الكل. سريعا كده عايزين نقول للناس بسرعه يتواصلوا معانا ازاي،
نخلص من السمنه بسرعه ازاي عشان نختم يا ست البنات. تمام، اولا هيتواصلوا معانا على الارقام اللي موجوده على الشاشه او على صفحاتنا على فيسبوك وان دايت ودايت لايف، يقدروا يتواصلوا معانا واتساب او كول في اي وقت. نخلص من السمنه ازاي؟ اتصلوا بينا وفعلا ما لهمش دعوه، احنا هنعمل كل ده وكمان جايبين عروض وكمان المتابعه مجانيه وكمان التوصيل مجاني لكل المحافظات، والتخلص من السمنه سهل. بس ما اسكتش على نفسي لغايه مزيد قوي وبعد كده ارجع اقول انا مش عارفه وتسبب لي امراض. بالظبط، وتسبب لي امراض. احنا ممكن نسرق دي من المخرج ولا ما نسرقش دقيقه من المخرج؟ بس يا ست الكل سريعا عشان احنا حراميين دقيقه. أيوة. عايزين نقول عروض بسرعه. حلو، اول عرض معانا عرض الشهر ده عليه خصم 40%، ده عباره عن كبسولات الاناسيليوم ومعاها كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين عليه خصم 50%، كبسولات الاناسيليوم والماجيك بوكس وكريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه. تالت عرض ده عرض الثلاث شهور خصم عليه خصم 70% وعباره عن الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل وكريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه، وطبعا المتابعه مجانيه والشحن. العرض الثالث بينزلني وزن قد ايه؟ لا 30 40 كيلو باونتي طبعا. الله اكبر، نشكر دكتورتنا اللي نورتنا وهتاكل حلواتنا كلها. ايوه كلها كلها. نورتي يا دكتور، نورتي الدنيا، وابقى سعيده جدا جدا ان تبقي منوراني. وانا كمان والله يا رب تنورين ان شاء الله. نقول لجمهورنا الجميل بوحشنا، استنونا اربع وخميس وجمعه ان شاء الله الساعه 4 هنجي لكم باذن الله وبكل ما تشتهوا، ونجي لكم بالحل السحري ان شاء الله. زي ما لقيتكم بخير هسيبكم وانتم بخير، وان شاء الله هاجي لكم الحلقات اللي جايه وانتم وانا بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.